حبيبي ماهر قال لي خذ الجوال واتكلم عن الثبات. السنوات الجاية سأتكلم فيها عن وسائل الثبات. من أعظم المثبتات للإنسان على دينه أن يستعين بالله عز وجل. عز وجل يقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بنو إسرائيل قد عذبوا من فرعون فذهبوا يشتكون إلى موسى، فقال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أما الوسيلة الثانية من وسائل الثبات على هذا الدين وهي وسيلة عظيمة جدا، كلام الله. الله جل في علاه يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، كلام الله. والله عز وجل يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ومعنى فيه ذكركم، فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. وأيضا من وسائل الثبات على هذا الدين الصحبة الطيبة. الله يجزاك خير يا شيخ، الله حرشتك. عز وجل يقول لأعظم رجل محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أيضا من الأمور التي تثبتك على هذا الدين العمل بالموعظة، سماع الموعظة والعمل بها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.